في كل من السلطات المحلية والمصالح الخارجية، المجتمع المدني، القطاع الخاص كما تشاهدون داخل القاعة. كل هذا إذن الغاية منه هو طبعا الاستجابة وتنفيذ مشاريع تكون أو ترضي ساكنة مدينة سلا. وكما قلت في بعد قليل، لهذا احنا اخترنا الشعار ديال سلا اللي بغينا، وستكون طبعا كذلك هذا البرنامج مناسبة للالتقائية مع كل البرامج الحكومية والبرامج التنمية الجهوية وكذلك برامج عمل الجماعات المجاورة. كانت مناسبة لتقديم برنامج عمل الجماعة وانطلاق المسلسل الإعدادي لهذا البرنامج بتشخيص ذاتي عن طريق مصالح الجماعة وعن طريق المصالح الخارجية ثم عن طريق الجماعات الترابية، لننطلق في إطار مسلسل تشاوري غيكون في واحد تقريبا 65 لقاء تشاوري أو 66 لقاء تشاوري بين تشاور أفقي في محور اقتصادي وفي محور اجتماعي وفي محور البنيات التحتية والتحول الرقمي ومحور ديال القرب في إطار ما يسمى بمنتديات القرب عن طريق مجالس المقاطعات. الأغاية الأساسية ديال الجماعة اليوم رئاسة ومكتبا ومنتخبين ومقاطعات هو أن الجماعة تكون منفتحة على أبنائها وعلى مكوناتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، باش يكون برنامج عمل الجماعة برنامج يتملكه الجميع وبرنامج يعكس رغبة كل مكونات مدينة سلا في تنمية هذه المدينة وفي مواجهة مجموعة من الآفات التي تواجه سكان ومواطني مدينة سلا. لا، عمليا النسبة المالية احنا اليوم عندنا برمجة غتكون متعددة السنوات، فيها الجانب الذاتي اللي هو ديال الميزانية ديال الجماعة، ولكن فيها الجانب الالتقائي اللي هو المساهمات ديال المؤسسات العمومية والقطاعات العمومية ثم باقي الجماعات الترابية. اذا المال الامكانات اللي غتتعبأ في هذا المجال غيمكن ان شاء الله في يوليوز يكون عندنا البرنامج متكامل وفيه توزيع المالي لمتعدد السنوات. دابا يوليوز انا خصنا نكونوا موضوعيين، احنا اليوم عطينا انطلاق ديال بدايه العمل، احنا شهر 7 ان شاء الله غنعطيوكم المشاريع بالاولويات وبالسنوات وشو ممكن، والا غنكونوا تنديروا نرجموا بالغيب وما غنقدروش نعطيو امور اللي هي مضبوطه، حيت علاش دايرين حنا الدراسه باش بين نوصلوا للنتيجه تكون عندنا امور اللي هي مرقمه، اما الكلام على عاويني في غياب معطيات غيكون يعني غير في واحد عدم الاحترام للمنابر الاعلاميه. كل مدبر له طريقته في التدبير ولا هو، احنا خدينا منطق اساسي هو الاستمراريه، الاشياء الايجابيه التي تم انجازها سنثمنها ونحافظ عليها ونستمر فيها، والاشياء الاخرى عندنا فيها رؤيه غنقدموا الرؤيه ديالنا في التدبير، وهذا هو التداول في تدبير الجامعه الترابيه. هشام ولد التغريه، رئيس اتحاد الجمعيات المحليه بمدينه سلا. اللقاء اليوم هو لقاء تشاوري لجمعية جامعه سلا في اطار عرض برنامج عمل الذي يمتد على الولايه اللي فيها الان دابا المجلس الجماعي. اعتقد انه برنامج يجب ان يعتمد على مقاربه تشاركيه، لانه كاين كما كاين ديمقراطيه تمثيليه كاين ديمقراطيه تشاركيه اللي كنصلها الدستور، وهذه المقاربه التشاركيه المفروض انه ملزم فيها الفعاليات المدنيه. سلا كتحتل ديال الاوراش والمشاريع اللي ممكن تكون مهيكله ومنقذه لمدينه سلا، لانه الصوره السلبيه للمدينه كتفترض انه سلا خصها تكون خصها دير شي اقلاع اجتماعي، اقلاع اقتصادي حقيقي، لانه اصل المشاكل كامله هي البطاله. اعتقد انه فتح منصه اللي ديال بقنه ديال الانشطه الاقتصاديه هي مقدمه حقيقيه لمحاربه البطاله وانقاذ الشباب، بالاضافه الى انه البرنامج يجب ان يلامس مشاكل الشباب من بنية تحتية ومن بنية استقبال في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وكذلك الاهتمام بسلا كمدينة ثقافية، لأنه المدينة عندها تاريخ وعندها يجب استغلال هذا التاريخ في إطار واحد السياحة ثقافية بحال كاين في مجموعة ديال المدن مثلا الصويرة فاس، يعني هو مسح ديك الصورة السلبية على مدينة سلا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.